احنا عندنا شغل سيناوي بقى عظيم جدا. عندنا المهندسة حنان مجيبل، وعندنا استاذ سامي سليمان. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. احنا عندنا شغلين سيناوي صح؟ لو شايفه اللبس السيناوي اهم حاجة. جميل جميل بديع. ده تصنيعي انا. انت اللي عاملاها؟ طب ودي قعدت قد ايه عشان تطرزيها؟ ما انا اقول لحضرتك، اعتقد ان دي تربية وهوية وثقافة. انا من يوم ما اتولدت لقيت والدتي ما بتلبسش الا زي سيناوي، حتى الان بتلبس زي سيناوي. حلو. فهي علمتنا ان احنا يعني نصنع ملابسنا بايدينا، فهي ثقافه وهي فالفستان تربيه. فالفستان ده قعدتي قد تطرزيه كام سنه؟ وانا قعدت كتير، لان انا كان سنه يعني عملته في سنوات الاربع سنين الكليه، فكان بشتغل بس فتره الاجازه، فعشان كده اخذ معايا يمكن الاربع سنين. اربع سنين وانا بشتغل. لكن هي السيده لو عايزه تشتغل وبتقعد سنه، فانا بحالها وهي تشتغل التوب البدوي ده. طبعا صبر وفن وتراث بالزبط. وحرفه. جميل وبديع. ايه اللي يفرق بقى؟ احنا عندنا شغلين سيناوي، شغل مهندسه حنان اللي شاركت في معرض تراثنا، وسيد سامي برضو شاركت في المعرض. ايه الفرق بقى؟ اشكركم على دعوتكم الكريمه. العفو. وحيي سياده الوزيره. احنا بنعمل في تحدي كبير، يمكن انا هسيب الموضوع الشرح المنتجات للباشمهندسه حنان، بس انا هتكلم كجمعيه. يمكن حضرتك احنا كجمعيه يعني في ابريل الماضي يمكن خدنا المشروع رقم 3 من جهاز المنتجات والمشروعات كتمويل. يعني يمكن احنا الحمد لله رب العالمين، يمكن في كل مناسبه سعيده بنحصل على تمويل من جهاز المنتجات والمشروعات. الهدف كله، الهدف كله ان احنا. طب انت ممكن يعني تقولي التمويل ولا السر؟ نعم يا فندم. ممكن تقولي اقول التمويل. احنا اخذنا اخر 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 تعاقد بينه وبين جهاز المنتجات والمشروعات كان 1.5 مليون للمشروعات المايكرو او المشروعات المتناهيه الصغر. احنا بنمول كل المشروعات، واهتمامنا الاساسي مشروعات الهاند ميد او التطريز اليدوي. انا دلوقتي يمكن في خلال الفتره الست شهور الاخيره مطلعين اكثر من 500,000، يعني 500,000 جنيه بس مشروعات تطريز يدوي للاسر. احنا خلي بال حضرتك، احنا اساسا كل شغلنا الاسر اللي ورانا. يعني انا من هنا بحيي السيدات اللي هم يعملوا في بيوتهم بالتاكيد.